انا استعرض مباريات اليوم. يمكن النهارده بالتاكيد يوم الثلاثاء، لكن ما زالت هناك مباريات وختام بعض المباريات في الدوريات الاوروبيه. نبدا مع بعض النهارده في مباراتين في الدوري الانجليزي. ولفرهامبتون هيلعب مع تشيلسي الساعه 8 بتوقيت القاهره، والساعه 10 مساء ختام المباريات مانشستر سيتي في مواجهه مع ويست بروميتش البيون. مباريات اليوم في الدوري الاسباني ايضا، ولكن في السهره الساعه 11 مساء، نادي الملك ريال مدريد في مواجهه قويه مع اتلتيكو بلباو. وفي الدوري الإيطالي مباراتين أيضا، الساعة 7:30 أودينيزي هيلعب مع كروتوني، والساعة 10:45 بنفينيتو هيلعب مع لاتسيو. بالتأكيد مباريات قوية ومثيرة، لكن بالطبع كلنا بننتظر عودة مباريات الدوري المحلي خلال الفترة القادمة. بالتأكيد مباريات قوية إن شاء الله الفترة اللي جاية، ومباراة الأهلي والمحلة إن شاء الله مباراة بإذن الله يوم الجمعة القادم. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا، ولكن في فقرة ترند.